ما المقصود بقول الله تعالى وخلقكم من نفس واحدة مع أن الناس مختلفين؟ هي النفس الواحدة اللي هي أصل البشر وسيدنا آدم، بعد كده خلق منها زوجها اللي هو سيدة حواء، وبعد ذلك يعني حدث التناسل. الناس مختلفين، ما هو الناس مختلفين لكن في الأصل واحد. يعني هي المسألة لو جبنا مثلا بيت معين هنلاقي فيه جد، وبعدين الجد ده ليه ولدين ثلاثة، كل ولد خلف كذا، فالأمور بتختلف، بتنزل لتحت كده، كل ما ننزل لتحت بتزيد، لكن في النهاية لو طلعنا لفوق في النهاية هنصل إلى نفس واحدة اللي هو الجد. نفس الكلام لو عملنا كده هذه الرسمة لحد ما وطلعنا فوق خالص هنلاقي إن الناس كلهم لآدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالاختلاف هنا ليس اختلاف في أصول الناس اللي هو الأصل الواحد الأول، وإنما اختلاف طبيعي، وفي النهاية بنصل إلى شخص واحد.